طارق السيد هو واحد من أفضل ظهراء الجنب الأيسر التي أنجبتهم الملاعب المصرية ونادي الزمالك. تمتع السيد بخفة الحركة والسرعة والمهارة والرشاقة في مواجهة المنافسين، ورغم وجبات مركزه الدفاعية إلا أن السيد كان مفتاح اللعب والفوز لناديه والمنتخب في جميع المباريات التي شارك فيها. ولا ينسى أحد الجبهة اليسرى النارية التي شكلها الطارقين السيد والسعيد والزمالك في مطلع الألفينات، والتي أجبرت أي جهاز فني جديد للزمالك على الاعتماد عليهم وأربكت جميع المنافسين في كل المباريات. شارك طارق السيد مع المنتخب في 40 مباراة دولية، وكانت أول مباراة ضد المنتخب الغاني عام 2002 بصحبة الجنرال محمود الجوهري. ولم ينسى طارق السيد مباراة الزمالك والإسماعيلي وفوز الزمالك بهدف حسام عبد المنعم، وخسارة الأهلي من إمبي بهدف سيد عبد النعيم، وهي البطولة الأغلى. واعتزل طارق السيد بعدها في عام 2008. عمل طارق السيد مدربا مساعدا لنادي الزمالك تحت قيادة أحمد حسام ميدو، وعمل مدربا مع طارق يحيى لنادي المصري، وحصل طارق السيد على 14 بطولة مع الزمالك ومنتخب مصر، 3 بطولات دوري و3 كأس مصر و2 للسوبر المصري و1 دوري أبطال إفريقيا، ومثله لقب لدوري أبطال الكؤوس الإفريقية، وكذلك لقب سوبر إفريقي وبطولة أفرو آسيوية وبطولة عربية و1 سوبر مصري سعودي و2 كأس أمم إفريقيا عام 2006 و2008. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي وضيف حلقتكم في حلقه اليوم، كابتن مصر ونادي الزمالك كابتن طارق السيد. ياما تعبني وياما طلع عيني وياما، لان هو كده ايه زي العصفوره كده، حاجه خفيفه جدا يعني. وبمناسبه العصفوره، عشان في احد الاصدقاء بعت لكابتن طارق بيتكلم ان يعني، لكن العصفوره دي بمعنى ان هو كان خفيف، جسمه خفيف يعني، حاجه بسيطه كده ان هو جسمه خفيف، ودايما احنا كنا بنقولها له يعني، احنا دايما كنا بنقولها له. شرفني ومنورنا يا كابتن طارق، حبيبي وجودك معايا حبيبي، ويعني دايما ببقى سعيد لما تبقى موجود معايا. كنت شاطر في الملعب وشاطر في الاعلام ده حبيبي حبيبي، ربنا يكرمك يا رب ويوفقك واسم على مسمى طبعا. ربنا يخليك يا حبيبي. اسلام الشاطر ده اخويا وحبيبي ياما لعبنا على بعض ياما يعني، سواء في الاسماعيلي او في الاهلي يعني عمر كبير طبعا ليا ضد الكابتن اسلام في الملعب، انما طبعا احنا اخوات بره الملعب طبعا. ده شرف لينا يا كابتن طارق تكون معانا. كابتن اسلام ربنا يكرمك حبيبي يا كابتن طارق. يعني الاول قبل ما نتكلم عن منتخبنا، خلينا نعرف الاخبار من الجابون برضو، لان كان في مؤتمر صحفي دلوقتي. ناخد ناقدنا الرياضي الاستاذ ياسر عبد العزيز. جاهز التليفون يا جماعه ولا لا؟ جاهز. طيب خلينا ناخد ناقدنا الرياضي الاستاذ ياسر عبد العزيز، نطمن منه على المنتخب وماذا حدث بعد مباراه منتخبنا امام اوغندا. استاذ ياسر وحشنا والله. الف مبروك يا كابتن اسلام، وتحياتي ليك وللنجم الكبير الكابتن طارق السيد. ربنا يخليك يا استاذ ياسر، نور الدنيا يعني. ربنا يخليك. يعني يا استاذ ياسر طمنا وقول لنا اخبار منتخبنا ايه بعد هذا الفوز وهذه الفرحه العارمه. عايز اقول لك يا كابتن اسلام، على الرغم من ان الفوز طبعا فوز صعب وجي متاخر، لان هنا الجاليه المصريه في حاله سعاده غير عاديه. نعم. بيعتبروا ان المنتخب المصري بدا يدخل اجواء البطوله الافريقيه بجد يعني بعد الفوز ده. مصر كانت محتاجه للفوز عشان تدخل في تاخد ثقه البطوله. واخد بال حضرتك؟ نعم. طبعا الناس سعيده جدا، اللعيبه، المسؤولين عن البعثة، ان كان المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره او الكابتن حازم الهواري والمهندس احمد مجاهد، دول اللي كانوا موجودين من مجلس الاداره. عايز اقول لك برضو فرحه الجهاز الفني يا كابتن اسلام كبيره جدا، فرحه اللعيبه نفسهم لما تلاقي محمد صلاح وعبد الله السعيد وكل النجوم بتوع منتخب مصر النهارده هم بيحضنوا بعض وفرحانين في غرفه الملابس. نعم. حاجه كويسه وفوز احنا كنا كل الشعب المصري كان منتظر الفوز ده بصراحه، يعني كنا محتاجين الثلاث نقط دول يا كابتن اسلام والفوز ده. نعم. ان هو يديك دفعه معنويه، لان الاجواء صعبه جدا هنا في الجابون. نعم. الملاعب سيئه، يمكن حضرتك شايف والكابتن طارق السيد طبعا متابع معانا الاجواء عبر وسائل الاعلام. أرضية الملعب سيئة،
كل المدربين بيشكوا منها، اللعيبه بتشتكي منها. النهارده في المؤتمر الصحفي بعد المباراه كابتن اسلام طبعا مستر كوبر كان قال ان انا على الرغم من ان الفوز ده احنا كنا محتاجين ليه بشكل كبير، الا انا كنت اتمنى ان احنا نفوز بعدد وافر من الاهداف، كنت اتمنى ان الشكل الفريق بتاعي الاداء يكون احسن من كده. انما واضح ان ارضيه الملعب، واضح ان ارضيه الملعب السيئه مش مساعده اللعيبه، مش لعيبه مصر بس، لعيبه البطوله بشكل، لعيبه المنتخبات كلها بشكل عام. قال ان مش عايز برضو الناس ترسم احلام ورديه، لسه المنتخب ما تاهلش حتى الان. لسه قدامنا مباراه مهمه جدا قدام غانا ومنافس شرس، ومحتاج فكر غير فكر مباراه اوغندا. قال هذه المباراه اللي هيبقى فيها كويس تيالي، عشان هو بيعرف يدافع في هذه في مثل هذه المباريات يا استاذ ياسر. هو يعرف يدافع غانا ولا هيلعب ولا هيلعبهم. اتفضل يا استاذ ياسر. عايز اقول لك برضه يا كابتن اسلام، الراجل طبعا النهارده اشاد بعبد الله السعيد، وقال ان هو ممكن في المباراه اللي جايه في غانا يبقى في ادوار لعبد الله السعيد جديده، بس مش هتبقى ادوار هجوميه يعني عشان محدش يتصل، هيبقى لها ادوار جنب النني وطارق حامد. جنب النني وطارق حامد؟ طيب هو لا عبد الله ممكن هو اللي بيجيب اهداف. ايوه قال لك ترجعه بقى وسط الملعب وخليه يدافع. طب وكهرباء؟ عايز اقول لك يا كابتن اسلام، هو بس الكابتن طارق عايز يسالك، عايز يسالك قبل وكهرباء بعد ظهوره النهارده في الربع في التسع دقائق اللي نزلهم برضه يا استاذ ياسر ونبي. نعم نعم يا كابتن طارق، ما تكلمش على اداء كهرباء في التسع دقائق اللي نزلهم؟ لا طبعا اشاد طبعا بدور كهرباء وقال ان هو كان ليه دور ايجابي جدا طبعا، وان هو ساعد اللعيبه في ان هو حط كويسه جدا، والدليل ان الكره اللي جت منها الهجمه اللي بدات من عند كهرباء. وعايز اقول لك برضه يا كابتن اسلام، ان عبد الله السعيد فاز بافضل لاعب في المباراه، رجل المباراه، وبعد المباراه اتكلم هو برضه في تصريحات صحفيه بعد المباراه، قال ان هو سعيد جدا عبد الله السعيد، وان هو لحظه احرازه الهدف ان هو كان يعني بذل مجهود كبير جدا، جري من وسط الملعب بشكل كبير جدا على اساس ان هو يوصل للمنطقه اللي جاب منها الهدف دي، وبذل مجهود. ان هو شكر محمد، شكر كهربا ان هو ادى يعني مرر الكره بشكل مريح لمحمد صلاح، وان محمد صلاح مررها له هو بشكل ساعده على ان هو يجيب الهدف، وقال ان انا بهدي. وبرده عصام الحضري اتكلم وقال ان هو بيهدي الفوز ده للشعب المصري. وقال ان الروح الاداء والروح والنتيجه افضل بكثير جدا. افضل بكثير جدا من المباراه السابقه. احنا كنا ممكن نلعب بطريقه كويسه يا كابتن اسلام. يجي في الجون فتبقى العمليه صعبه يعني. طب اهم الاستعدادات للمباراه القادمه يا استاذ ياسر؟ مباراه بكره التدريب بدون راحه. بكره التدريب بدون راحه استعدادا للمباراه. وطبعا عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان الناس هنا مبسوطه جدا، يمكن احنا وصلنا الفندق لكن. في حاله بقى من الفرحه، حاله من ما بينك وما بين الناس، او شايف الناس فرحانين ازاي؟ ايه بقول لك في حاله ما بينك الجمهور موجود في الفندق، دخل كده فندق العائله. طيب سلم على الناس يا استاذ ياسر وارجع لنا مره اخرى، يعني حاولوا تجيبوا لنا استاذ ياسر مره اخرى بعد ما يسلم على الناس وياخد فرحته مع منتخبنا القومي. يعني كابتن طارق خليني ابدا الاول، رايك النهارده في المباراه بشكل عام؟ بص كابتن اسلام، يمكن برضه انا يعني مش عايز اقصى على الجيل ده قوي في الاداء، وطبعا الاداء مش غير مرضي برضه لينا كلنا. ما زلنا برضه بنعاني كمنتخب مصر ضد فرق لسه مش يعني ملهاش اسم ولا تاريخ في البطولات افريقيا،
يمكن احنا تاريخنا بسبع بطولات افريقيا، لما نيجي نقارن مصر باوغندا في البطولات دي احنا كنا زي ما بيقول كابتن محمد علي وهو بيذيع كنا بنكسب اوغندا دي بالسته وبالاربعه وبالاثنين وكلام يعني بس إيه؟ الوضع اختلف والشكل اختلف معاك والكره اختلفت بس برضو احنا لعبتنا فينا اسماء الواحد منهم ممكن يوزن فرقه اوغندا كلها اسماء لا. من الناحيه الفنيه برضو عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط يعني نعم. يعني فنيا لما تتكلم على محمد صلاح لما تتكلم عن تريزيجيه لما تتكلم عن طارق حامد حاليا لما تتكلم عن الاثنين علي جبر وحجازي يعني احمد فتحي يعني واحمد فتحي طبعا وعفشافي والحضري كل المجموعه اللي هي موجوده كل واحد فيهم بيلعب في نادي واسم النادي اللي بيلعب فيه قد منتخب اوغندا كله فانت برضو بتكسب اوغندا بشكل انفس زي ما بيقولوا او بـ 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 في الرمق الاخير زي ما بيقولوا في اخر ثانيه بجون ممكن بدون اداء سيبك من ان انت برضو كابتن اسلام ان انت باسم ما فيش اداء ما فيش منتخب مصر كانت متعه الناس يعني احنا كنا في بطوله لو فاكر كابتن اسلام هنا في بطوله مصر 2006 كان الاداء من اول ماتش لاخر ماتش راقي جدا باستثناء مباراه المغرب يا كابتن طارق بس خلي بالك الناس انا هكمل لك ولكن الناس تقول لك ايه خلاص الموضوع ده انتهى كابتن حسن شحاته خلاص بطل يعني مش هو المدير الفني دلوقتي للمنتخب المجموعه اللي موجوده كلها اصبحت مختلفه تماما عن المجموعه اللي موجوده دلوقتي بالعكس ده الاسماء دلوقتي اقوى من الاسماء زمان يعني فعلا احترافيا احترافيا نعم انت عندك ناس بتلعب في الارسنال ناس بتلعب في اس روما ناس بتلعب في ماسكو في بلجيكا في ناس بتلعب في بازل السويسري ناس بتلعب في احسن انديه المفروض ان احنا دلوقتي بقى في ستوك سيتي في الدوري الانجليزي عندنا اسماء اتنين بس بيلعبوا في الدوري الانجليزي كان لما بيبقى عندنا هوا واحد بيلعب في الدوري الانجليزي لا وبيلعبوا يعني ومنهم النني بيلعب في نادي بينافس يعني اسم كبير جدا بمناسبه النني رايك ايه في اداء النني او مش الحمله هو الناس الحقيقه حتى انا شايف الناس متجنيه عليه شويه يا كابتن اسلام من النهارده التليفونات برضو 3 4 تليفونات يعني من اللي جت يعني شايف الناس متجنيه عليه متجنيه ليه يا كابتن اسلام انت كابتن اسلام كنت لعيب كبير وعارف نعم. وعارف ان لعيب الديفندر ده بيبقى لا هو ادوار مش واضحه غير المدرب هي دي هي دي يا كابتن اسلام انت راجل برضو خبرتك في الملعب وتاريخك في الملعب في لعيبه نوعيه لعيبه ما بيبقاش دورها باين للناس انما ممكن يبقى دورها باين كامل جدا جدا للمدرب نعم. يعني النهارده باستثناء الجون اللي جابه عبد الله السعيد لو حسيت ان هو ليه دور كبير قوي في الملعب عشان بيلعب ايه بيلعب ديفندر انما الفتره اللي لعبها عبد الله السعيد في مركز ديفندر ما تحسش بيه قوي نعم. غير لما عبد الله بيلعب تحت الفرودين صح لو ما جابش الجون عبد الله كان قال لك لا ده غير عبد الله غلط ده غير مش عارف ايه غلط انما توفيق ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لعبد الله ان هو يجيب جون حتى طلع كوبر عبقري في التغيير اللي نعم. عملها وطلع ان حط عبد الله السعيد ديفندر وسحب واحد تاني طارق حامد اللي هو عنده انذار وقلقان منه في 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 السكه ده كابتن اسلام طيب معلش خلينا ناخد عشان معانا برده تليفون مهم من الجابون كابتن حازم الهواري رئيس بعثه منتخبنا القومي من الجابون يا كابتن حازم الف مبروك الو قطع طيب حاولوا تجيبوه تاني اتفضل يا كابتن النني يا كابتن اسلام بيعمل دوره الدفاعي اللي شايفه فيه المدرب كويس قوي عشان كده ما بيغيروش يعني خلي الحته بتاعت الديفندرين دول يا كابتن اسلام احنا عندنا اللي نتكلم فيه في الحته اللي قدام كتير قوي يعني كتير قوي والتغييرات اللي حصلت النهارده حتى بدايه التشكيل من بدايته ان انا النهارده بلغي قوه منتخب مصر ان انا بلعب محمد صلاح تحت مروان محسن مزبوط. وبرمي تريزيجيه ناحيه اليمين وبحط يعني هو نزل رمضان ولغى محمد صلاح وتريزيجيه يعني لغيت اتنين في نفس الوقت يعني في بتغييره واحده بس انت عايز تستغل وعلى فكره رمضان اول ربع ساعه كان كويس قوي صح وهو اللي بيسحب الفرقه إيه؟ وهو اللي بيروح وهو اللي يعني انما حته الديفندرين دول لو قعدنا نتكلم فيهم يبقى احنا يعني الناس بتستهلك وقت لا خلينا نتكلم في المراكز المؤثره المراكز اللي هي بتسحب الفرقه المراكز اللي هي بتخلص الماتشات يعني كابتن تامر احنا كابتن اسلام في تامر عبد الحميد مثلا هو بيلعب ديفندر ممكن تامر ما كنتش تحس بيه في ماتشات كتير انما كان هو الناس حست بقيمته بعد ما بطل الله ينور عليك كابتن الله ينور عليك فحسام عاشور مثلا في النادي الاهلي ممكن ما بيبقاش ليه دور هجومي كتير انما في الاخر حسام عاشور لا غنى عنه في نص الملعب نفس الحكايه
الاسماء كتير يا كابتن اسلام في الحته دي، فمش عايزين الناس تتكلم كتير في حته النني والنني مستواه، وان يا جماعه اللي واخد النني ده ارسن فينجر، راجل راجل ماسك الارسنال بلاو بتاع 25 سنه مثلا يعني، وبيشتغل في اقوى دوري في 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 في, في, في اوروبا يعني. فلا يعني، لكن انت شايف منتخبنا بالكامل لم يؤدي بشكل جيد، ولكن احنا فزنا بثلاث نقاط طبعا. اكيد اكيد. المكسب بيغطي على كل حاجه كابتن اسلام. نعم. انا برضو يعني ايه يعني فنيا شويه شايف الراجل النهارده برضو يعني عايز يهاجم، بس لعب في التشكيل بشكل ما يفيدش منتخب مصر. انت كان ممكن يا كابتن اسلام في اوراق معينه ترميها عايز تزود بيها الحته الهجوميه، بس ما تلعبش في مراكز اللعيبه يعني، ما تلعبش في مراكز اللعيبه. يعني يعني مثلا لما يبقى مثلا تريزيجيه بقاله اربع ماتشات او خمس ماتشات مع منتخب مصر ثابت في الحته الشمال، واجي النهارده احذفه حته اليمين، يعني دي وضحت جدا في المباراه ما سمعناش اسمه ولا تريزيجيه ولا محمد صلاح. يعني برضو وتريزيجيه بقى بيدافع كتير قوي. يعني برضو انت دور تريزيجيه الاساسي في الحته الهجوميه، لا انت كمان حجمته في الحته اليمين واضعفت قوته الاساسيه في الحته اليمين، وفي نفس الوقت انت كده كده ضعفه في الحته الدفاعيه، ان انت على طول بتخليه يرجع عند ال 18 بتاعك ويجيب الكوره، ويعني بيقطع مسافات كبيره جدا جدا. نعم. زائد ان محمد صلاح النهارده بيلعب في حته، محمد صلاح من نوعيه اللعيبه كابتن اسلام. معلش يا كابتن طارق عشان معانا برضو تليفون من الجابون، خلينا ناخد الكابتن ايهاب الهيطه المنسق العام لمنتخبنا القومي. يا كابتن ايهاب الف مبروك. اهلا بك يا كابتن اسلام، الله يخليك وسلامنا يا كابتن طارق يا فندم. ربنا يخليك، الف مبروك كابتن. كابتن ايهاب، يعني النهارده المباراه الثانيه على التوالي، الشعب المصري كله فرحان خصوصا بعد الهدف اللي جابه عبد الله السعيد، لكن قلقانين شويه، راي حضرتك ايه؟ لا طبعا الحمد لله، يعني يمكن برضه الاربعه منتمين يا كابتن اسلام، او اللي في المباراتين دول، ممكن المباراه الاولى برضه اللعيبه كان عندها احساس بالاحباط شويه في التعادل مع مالي. نعم. لكن الاربعه منتمين برضه، يعني احنا ان شاء الله في الاحسن الفتره اللي جايه، في مباراه مهمه برضه مع غانا لسه يوم 25 في اطار، يعني المباراه ان شاء الله تكون مباراه كويسه ان شاء الله. يعني عايز اسالك سؤال لائحي شويه او لوائحي شويه يا كابتن ايهاب، هل لو احنا طلعنا في المركز الثاني مثلا يبقى هننتقل من الملعب ده نروح نلاعب الاول في ملعبه، مظبوط؟ تمام. المجموعه الثالثه كابتن اسلام. المجموعه الثالثه اللي هو يعني اللي هي كوت ديفوار والمغرب وتوجو والكونغو، مظبوط؟ تمام كده كابتن. حضرتك شايف الملعب ازاي برضو يا كابتن ايهاب، لان في كلام كتير جدا على هذا الموضوع. لا خلاص، ما اتكلمنا فيها كابتن من اول يوم، يمكن جيت من شهرين قلت هذا الكلام، خلاص لكن احنا ما بنقعدش نتكلم، حتى اللعيبه نفسها خلاص شايفين الواقع، الوضع مش كويس، وضع سيء، لكن خلاص مش هنتكلم في حاجه ملعب وحش ولا وحش، لكن حتى مفيش تسخين حتى داخل، احنا بتعرف ان هو في تسخين في غرف التسخين النهارده ما بقاش فيه، انت عارف نتيجه الملعب ما يستحملش مباراتين وتسخين، فبالتالي هم منعوا التسخين كله في ارضيه الملعب، لكن الوضع كملعب لا مش كويس، لكن دي بالنسبه لنا لا احنا مكملين ان شاء الله. يمكن برضه اعتقد المجموعه دي كلها عايزين يطلعوا تاني. المجموعه والله عندك حق، انا لسه كنت بقول يا كابتن ايهاب، يعني اتمنى اول مره اتمنى ان احنا نطلع تاني يعني. يمكن الفرق كلها تلعب على التاني بس يعني. لكن ان شاء الله خير الفتره الجايه مهمه جدا، لكن برضو في نقطه برضو مهمه جدا. اتفضل يا فندم. شفت الفرقه دي، الفرقه دي انت هتلعبها من 28 اغسطس ل 5 سبتمبر، هتلعبها مرتين في 6 ايام، فبرضو انك شوف الفرقه دي في الملعب هتسيبها جدا في الفتره اللي جايه، برضه فتره مهمه جدا، ماتشين في كاس العالم وفي كاس العالم. نعم. هيفرقوا معانا جامد قوي، فبالتالي برضه دي الناس اللي بيفهموا بقى في الناحيه الفنيه وبيحللوا، هيقدروا يحللوا الفرقه دي كويس جدا، هيساعدونا جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن ايهاب معلش، هو سؤال يعني ما نتمناش ان هو يحصل، لكن لازم اساله لك، لو لا قدر الله احنا اتغلبنا من غانا 1-0 ومالي كسبت اوغندا 1-0، هنبقى متساويين مع مالي في كل حاجه، كيف يتم احتساب الصاعد في هذه الحاله؟ نظرات انتهى. لا اللائحه واضحه، في درو، في قرعه، بس يعني قرعه ولا الانذارات؟ لا لا فيش لاعب نظيف، مش في اللائحه، مش في اللائحه، يعني بتعمل قرعه؟ بتعمل قرعه، بس ان شاء الله احنا بس النهارده نتعشى كده ان شاء الله ونشوف بكره. مش عايزين نسبق الاحداث الامور دي، لكن ان شاء الله
زي ما قلت لك في المداخله معاك، الموضوع مش موضوع تاهل، لا انت عايز تبقى بطل لازم تكمل البطوله كلها لغايه الاخر ان شاء الله. اشكرك يا كابتن ايهاب على وجودك معانا، والف مبروك، ونتمنى لكم يا رب دوام التوفيق، وان شاء الله نكلمك الاسبوع اللي جاي او في المباراه القادمه ونبارك لك على الهواء مباشره. يعني حضرتك كنت بتتكلم برضه كابتن طارق عن الاداء العام بالنسبه لك. عجبني قوي ان المجموعه كلها عايزه تطلع تاني. ايوه صح، اصل الناس كلها عايزه تمشي من الملعب ده. الملعب وحش جدا، ملعب سيء يعني للغايه. واضح ان احنا برضه يعني خد بالك كابتن اسلام، على الرغم ان احنا يعني انا شايف برضه ان الاداء مش هو بالنسبه لمنتخب مصر، انما انا عذر الناس عذر كبير جدا في حاجات كتير قوي يا كابتن اسلام. اولها احنا عندنا ثلاث لعيبه في الملعب بيشاركوا لمرات متعدده في بطولات كاس الامم الافريقيه، بقيه الناس كلها بما فيهم محمد صلاح الخبره الكبيره او الاسم الكبير الموجود عندك في منتخب مصر لم يشارك قبل كده، محمد النني، كل الناس اللي موجوده، عبد الله السعيد اللي جاب جون النهارده، خد بالك ده اول جون لمنتخب مصر للجيل ده في كاس الامم الافريقيه. يعني برضو الموضوع مش سهل. الناس ممكن تستسهله، لا الموضوع مش سهل خالص كابتن اسلام، وانت راجل خط المضمار ده قبل كده وعارف قوته وعارف صعوبته وعارف ان انت تبقى مشترك في بطولات افريقيا دي، بيبقى جو تاني خالص مختلف عن الجو الدوري المصري، وعن حتى تصفيات اللي هو الماتش رايح جاي ده بيبقى الموضوع مختلف خالص. دي بطوله مجمعه بتحتاج شغل معين، بتحتاج نظام معين، امكانيات برضو الملعب اللي موجود فيه منتخب مصر ومنتخب غانا ومنتخب اوغندا ومالي، لا الملعب فعلا ده من اسوأ الملاعب اللي موجوده في البطوله كارضيه. يمكن انا اتفرجت على ماتش، مش بس ماتش مصر واوغندا، لا كمان ماتش مالي وغانا كابتن اسلام، النجيله بتطلع مع اي تاكلنج بيتعمل من في الملعب، النجيله بتربى بوجع بقرف كده مش فاهم، كمان الملعب ده تحس ان هو تقيل يا كابتن اسلام. عارف انت اللي هو الملعب فتحي كنت بكلمه، عارف بعد المباراه اللي فاتت قال لي ان رجليها غرزت، يعني قال لي والله رجليها غرزت مش عارف اجري. الملعب تقيل فتحي ده اللي هو يعني اللي هو اللهم صل على النبي عليه يعني ربنا يديله صحته فعلا ويكمل بالمستوى اللي هو ماشي فيه. لا يعني المفروض فتحي ما بيفرقش بالنسبه له المجهود البدني قوي، لان هو شغله كله بيعتمد على الحته البدنيه مظبوط، مع طبعا الخبرات اللي موجوده عنده كاحمد فتحي يعني. فالملعب سيء جدا جدا، الـ 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 الخبرات اللي موجوده النهارده، انت كل المجموعه اللي موجوده لم تشارك قبل كده وما شاركتش قبل كده، حمى البدايه بالنسبه لهم كاول بطوله كابتن اسلام. خد بالك جيل 2006 كان جزء كبير منهم اشترك في بطوله 98 وحصل على مع منتخب مصر على 98 مع كابتن جوهري، بعد كده اشتركوا 2002 الله يرحمه طبعا، اشتركوا 2000 و2002 و2004، وبعد كده جاء الجيل اتغير، دخل احمد فتحي ودخل احمد متعب وحسني مع برضو مجموعه اللعيبه الكبار اللي هي كانت اشتركت قبل كده. كان من بيضم كابتن حسام حسن، كنت انا لعبت قبل كده بطولتين، كان كابتن احمد حسن، كان كابتن عصام الحضري، كانت مجموعه كبيره جدا، كان وائل جمعه اشترك، كان مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، ابراهيم سعيد وهاني سعيد في مجموعه كبيره جدا كانت اشتركت وعندها الخبرات اوريدي اللي انت لعبت بطولات افريقيا قبل كده. انما المجموعه دي لا، معذورين في حاجات معينه، انما اللي مش معذورين فيه بقى كابتن اسلام حته القلب شويه. انا برضو شايف القلب انا شايف محتاجين محتاجين ان انت تدوش شويه. يعني انت بقى ايه، دي بقى حته ملعب بتاعتك انت كلاعب كوره، مش بتاعت المدير الفني بس. المدير الفني بيحط 11 بشكل معين وبطريقه معينه، انت فين بقى؟ خد بالك كابتن اسلام بعد ما بتبطل كوره بتتحسب لك الحاجات دي طبعا. يعني انا دلوقتي ناس كتير جدا بتغني وبتردد، انا لعبت كام كاس امم افريقيا، انا حصلت على كام كاس امم افريقيا، انت دلوقتي في الـ في الـ في المقدمه اللي حضرتك عاملها كابتن اسلام وفريق الاعداد بتاع حضرتك، عاده كابتن طارق السيد واخد كام بطوله دوري، واخد بطوله كاس، واخد بطوله كام، لاعب كام كاس امم، واخد كام كاس امم افريقيا. فالحاجات دي لما بتبطل بتفرق كتير جدا. مظبوط. فامسك بقى، امسك دلوقتي، امسك في الفرصه ان انت ما تفرطش في اي بطوله بتلعب فيها، سواء دوري، سواء كاس افريقيه، سواء اي بطوله كمان قاريه مع المنتخب. دي بتفرق في تاريخ جامد جدا. فمهم جدا اللعيبه تبقى مركزه في الحاجات اللي هي الشحن المعنوي بتاعك انت او المدير الفني. وكابتن اسامه نبيه اعتقد بيتكلم في النقطه دي، هو كابتن احمد ناجي، لان دول يمكن اكثرهم اشتراكا في البطولات دي او ناس اشتركت قبل كده في البطولات دي، فممكن يبقوا حاسينها قوي. فهم المفروض ينقلوا الحته الحته بتاعت القلب دي للعيبه اكتر منه. بالنسبه للراجل الاجنبي، الراجل الاجنبي فتره مقضيها في مصر سنه 2 3 5 ما خدش المضمار ده قبل كده مع لعيبه منتخب مصر، يعني الموضوع بيختلف بالنسبه له.
عايز اي حاجه انجاز لنفسه، انما في الاول وفي الاخر لا، اللعيب اللي اشترك في 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 المضمار ده هو اللي بي 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 بيحس بيه قوي. كابتن يمكن يا كابتن طارق سؤال برضو بدر لذهني دلوقتي، احنا 7 بطولات خدناهم مع مدربين وطنيين، تفتكر ان الموضوع ده فارق؟ يعني وجود كوبر مدير فني اجنبي في ظل احنا طوال حياتنا خلال الفتره اللي فاتت كل 7 بطولات اللي خدناهم تقريبا مدربين وطنيين. طب هقول لك على حاجه، على الاقل منهم 4 اللي انا فاكرهم. هقول لك 86 برضه. هقول لك على حاجه، لا 86 كان كان مدرب اجنبي ماشي، يعني واحده من 7. هقول لك على حاجه كمان، ان اميز فرق في البطوله دلوقتي اللي معاهم مدربين. برافو عليك، برافو عليك. السنغال يعني مدرب محلي وليسيسي وزيمبابوي. زيمبابوي معاهم مدرب على الرغم ان هم مش ماشيين كويس، بس لا بس قدوا كويس، ظهروا بشكل جدا. فرقه غينيا بيساو المدرب بتاعهم وطني. يعني الفرق اللي هي ايه افضلهم السنغال، يعني مزبوط. يعني لو هنتكلم السنغال فرقه عامله نتائج محققه العلامات كامله زيها زي غانا، عامله نتائج واداء. انا شفت ماتش زيمبابوي يا كابتن، فرقه السنغال في الشوط الثاني مش عايز تروح تجيب جول، يعني عارف على الواقف كده بيلعبوا لعب فانتازيه زي ما بيقولوا صح البلد يعني صح. فبيمتعوا نفسيهم، لعيبه عندها الراجل واثق في امكانياته جدا، واثق في لعيبته جدا، بيتعامل معاهم كابن البلد يعني، مش مدرب اجنبي. فانا معاك في النقطه دي، ان برضو المدرب الوطني بينقل الحته اللي انا كنت بقولها من شويه كابتن اسلام، روح البطوله. كابتن حسن شحاته لما كنا في بطوله 2008 و2006 كان بيشغل لنا اغاني وطنيه تحسك على ان انت تنزل يا كابتن اسلام تقاتل في الملعب، تموت نفسك. بص كابتن اسلام، احنا لعبنا احسن كوره في تاريخ كاس الامم الافريقيه 2008، منتخب مصر لعب احسن كوره في تاريخ كاس الامم الافريقيه 2008. صح. عارف بيه يا كابتن اسلام؟ بالحب، بال 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 بدي بدي وبالحته الروح والحماس. يعني كان في بس كابتن كان مثلا يعني كان بيبقى بيلعب جوه. انا فاكر اول ماتشين مثلا ابو تريكه ما بداهمش. فاكر احمد حسن قاعد احتياطي، فاكر زيدان عمرو زكي ما بداش. زيدان في بعض الماتشات ما بداش. كان بيلعب ناحيه شمال سيد معوض وانا موجود. كان بيلعب مثلا في الماتشات الاولانيه وائل جمعه وابراهيم سعيد، وابراهيم وائل جمعه وابراهيم وهاني سعيد، وكان الثالث اعتقد كان محمود فتح الله. وبعد كده اشترك شادي محمد. اي حد بيلعب. ما كانتش الموضوع بقى كان لا كان في قلب، كان في روح، واللي كان بينزل يا كابتن اسلام كان بيقاتل على اسم مصر وبيموت نفسه على اسم مصر. فاعتقد ان الحته المعنويه بتاعت اللعيبه بينقلها كويس قوي المدرب الوطني عن المدرب الاجنبي. ده وجهه نظري الشخصيه عن تجربه، عن تجربه في 4 بطولات متتاليه ورا بعض مع منتخب مصر. فاعتقد ان كلام حضرتك صح 100% في النقطه دي. حضرتك يعني مع المدرب الوطني؟ طبعا. طبعا. طيب برضو النهارده المباراه زي ما قلنا كده، احنا كسبنا 3 نقاط مهمه جدا، ولكن في بعض النقاط الفنيه داخل المباراه مش عاجبه ناس كتير. خلينا نتكلم مثلا، ايه رايك الاول؟ يعني مش معقوله تكون معايا وما اسالكش على رايك في مستوى عبد الشافي. بص يا كابتن، هو عبد الشافي بس قبل ما تتكلم معلش في الموضوع ده، لان انا يعني الناس بتقول لك، بتقول عليا يعني انا هنا ان انا ترددت شويه وانا بتكلم على ابو تريكه. يا جماعه يعني اللي عايز حضراتكم تعرفوه ان انا هنا في هذه القناه المحترمه الحقيقه، انا ولا حد بيقول لي اعمل ايه او ما اعملش ايه. انا لما بطلع اتكلم من منطلق اللي انا شايفه، واللي انا شايفه ان كابتن محمد ابو تريكه سيظل دائما في قلوب كل الناس، ولكن في حاجه اعلى من ابو تريكه، وفي حاجه الناس كلها متفقه عليها، هي اسم بلدك، اسم مصر. فاذا وجد ان محمد ابو تريكه عليه اي حاجه، وده انا اشك فيه الحقيقه، لكن اذا وجد ان محمد ابو تريكه عليه اي حاجه، اعتقد ان انا زي ما قلت لحضراتكم هكون اول واحد واقف ضد محمد ابو تريكه في هذا الموضوع، لكن انا اشك في هذا الموضوع. ولكن اذا حصل عايزين يعني تدرد مصر إيه؟ مصر دي هي بلدنا، مصر دي هي الاسم اللي كلنا بنتجمع تحته، محمد ابو تريكه واسلام وطارق ومحمد وعلي وحسين وجورج ودانيال كل الناس. فيعني من الواحد انا بتكلم وانا عشت مع هذا الشخص سنوات طويله جدا جدا جدا، وقلت الكلام ده قبل ما اتكلم، لكن انا بحاول وانا بتكلم ان انا انتقي كلامي، علشان انا بحب محمد ابو تريكه جدا، انا شخصيا بحبه جدا 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 اكتر من اي حد بيتكلم على محمد ابو تريكه، لكن في النهايه لا يصح الا الصحيح. اتفضل يا كابتن.
طب عشان برضو انت فتحت موضوع لازم اعلق عليه بعدين. لو انت حابب ان انت تعلق يعني طبعا يعني طبعا احنا انا معاك. انا ما بحبش اسال لان انا عارف ان ده موضوع يعني ايه كل الناس عماله تقول لي ما تتكلمش في الموضوع لان ده حد دخلك عش الدبابير. انا ما عنديش مشكله، انا يعني انا من الناس اللي بتتكلم وبيوصل كلامي للناس عشان انا بتكلم مباشره احنا بدون اي حسابات. احنا ما بنخافش. لا بدون حسابات. اي حسابات ما عندناش حسابات غير لبلدنا. بالظبط كده، يعني احنا حساباتنا بلدنا. لا وانا كمان محمد ابو تريكه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، ويعني انا لسه مكلمه، يعني مش عايز اقول لك ان انا ودي حاجه سريه لكن انا هقولها على الهواء مباشره، ان انا بعد ما عرفت هذا الموضوع انا كلمته في التليفون ما ردش يعني، لكن بعت له مسج وقلت له لو عوزت اي حاجه انا موجود. يعني انا بالنسبه لي محمد ابو تريكه سيظل صديق وفي محنه لحين ان يتضح العكس. تمام. التعليق البسيط والموجز في الحته دي، انا اتمنى زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام عشان الناس حتى تبطل كلام في الموضوع ده كتير، لو في ادانه رسميه بس على محمد ابو تريكه تطلع يورونا، عشان حتى احنا يعني في بص يا كابتن في عيش وملح بيننا وبين الراجل ده طبعا. يعني انت في النادي الاهلي وانا كان معايا 4 بطولات كاس امم او 3 بطولات كاس امم افريقيه او 2 كاس امم افريقيه. نعم. اللي هم 2006 و2008. نعم. وما شفتش منه حاجه وحشه برضو بصراحه، بس العشره طبعا تحتم عليا ان انا انقل الصوره دي. احنا عايزين نتاكد ان في ادانه رسميه بس كده. هل ده يزعل حد؟ في ادانه رسميه كلنا ضده فعلا وما فيهاش كلام، يعني ما لان احنا بلدنا اهم من طارق السيد واهم من اسلام الشاطر واهم من احمد ابو تريكه واهم من اي حد. مظبوط. ده اساس في عندنا، واحنا شلنا اسم مصر وتعبنا في اسم مصر جدا مع اسم يعني تعبنا على لا على كمان برضه يا كابتن طارق خلي بال حضرتك بمناسبه ان احنا ما هم حق يعني في عساكر محدش يعرف اساميهم بتموت هنا عشانك وعشاني وعشان محمد. اكيد اكيد. وفي ناس بتعمل حاجات كتيره جدا 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 عشان خاطر هذا البلد احنا ما نعرفهاش. اكيد. وبالتالي محمد زي ما بقول لك كده واحد من الناس اللي انت بتحبه وهو معدي قدامك، يعني لو هو عدى قدامك كده وانت ما تعرفوش هتحبه، هو شخصيه كده الناس كلها بتحبه. فبالتالي يجب على الجميع توضيح هذا الامر، هو ده اللي انا بطلبه، هو ده اللي انا بقوله، يا جماعه وضحوا لنا، احنا الراجل ده ما شفناش عليه كلمه. انا في موقف بس مش هعرف احكيه كمان لانه عملته انا وبركات في محمد، قعدنا متابعينه واحنا مسافرين اليابان، عملنا حركه كده وقعدنا متابعينه فتره طويله جدا. بركات مش سهل. قعدنا متابعين انا ومحمد انا وبركات فتره طويله جدا، احنا ما بننامش كده كده في الطياره، فالمسافه 12 13 ساعه. فعملنا حركه كده كلمنا حد، فالراجل باصص في البتاع ما بيبصش يمين ولا شمال. فيعني انا عمري ما شفت منه حاجه وحشه، وبالنسبه لي هو حتى هذه اللحظه هو واحد من اقرب الناس ليا، وساظل زي ما قلت لك كده، انا يعني حاجه سريه او حاجه مش من المفترض ان انا اقولها، ولكن انا قلتها بس عشان مجرد الكلام في الموضوع ده. اصله انا الحقيقه بتضايق جدا من هذا الموضوع لان في النهايه محمد ابو تريكه اسم كبير جدا. مش عشان نتكلم بقى في عبد الشافي. اتفضل. بص كابتن اسلام، هو عبد الشافي بيلعب في نفس الاجواء اللي موجوده السعوديه في 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 بطوله كاس الامم الافريقيه، الرطوبه العاليه جدا في الدوري السعودي، الرطوبه العاليه جدا، الجو الحر جدا، درجات الحراره العاليه جدا. فكمان خبرات محمد عبد الشافي خبرات متمرس في بطوله كاس الامم الافريقيه قبل كده مره واثنين، حصل على كاس الامم الافريقيه في 2010 مع منتخب مصر. خبراته عاليه جدا جدا مع سواء مع نادي الزمالك او مع اهلي جده في السعوديه او مع منتخب مصر في بطولات قبل كده. نعم. الدفع بكريم حافظ دلوقتي كابتن اسلام يحرقه يعني 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 برضه بس الناس هتقول لك طب ما هو دفع بعمرو ورد في ظروف صعبه برضه المركز بيختلف. عمرو برضه يا كابتن لعب قبل كده في بعض الاوقات يعني مع منتخب مصر ومنضم المنتخب يمكن كريم حافظ ده اول معسكر. وبعدين الرباعي اللي ورا دول حافظين بعض كمان. الله خلاص ينور يعني عليك. يعني انت عارف برضو بطولات كاس الامم الافريقيه كابتن اسلام لما بتبتدي بخط خاصه خط الدفاع ده بيبقى اللعب فيه قليل قوي قوي قوي، يعني ما بيتغيرش منه حد طول البطوله. يعني انا فاكر مثلا ان في بطوله 2008 دي حصلت تغييره واحده بس في مركز السرد باك بالتناوب ما بين فتح الله وشادي وفتح الله او ابراهيم سعيد ابراهيم سعيد. نعم. يعني كان بيبقى يعرف اللي هو ايه بالعافيه اللي هو اللي هو انا عارف بتبقى طالعه من تحت قوي يعني بتبقى صعبه قوي على الكابتن حسن ان هو كان بيعملها يعني. نعم. انما
انما في 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 البطولات الكبيره دي الخط الديفنس لما بيبتدي بي 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 بيثبت. انا شايف ان عبد الشافي النهارده احسن من الماتش اللي فات. يعني النهارده بس مش هو ده مستواه يعني، الناس بتقول لك ان مش ده مستوى عبد الشافي، بس النهارده احسن شويه يعني. الماتش اللي فات كان عبد الشافي مش موجود في الماتش. وجهه نظري الشخصيه صح، اكتر واحد بيحب عبد الشافي في مصر وبيتكلم عليه وبيعتبره احسن باك ليفت في مصر طارق السيد. نعم. انما عبد الشافي في الماتش الاولاني مش هو ده عبد الشافي اللي انا عارفه. نعم. اللي انا بقول عليه احسن باك ليفت في مصر. نعم. الحته الهجوميه النهارده اميز شويه يعني، في كروسين حلوين قوي. كروس الاولاني لمروان محسن، الكروس الثاني لمروان محسن برضو، اعتقد دي برضو يعني ايه يعني في تقدم في مستوى عبد الشافي مع كمان مع خد بالك كابتن اسلام ان انت المدير الفني بتاع منتخب مصر مستر كوبر بيدي تعليمات للجنبين بالذات ان هم ما يتقدموش كتير، لان هو مدي الصلاحيه للثلاثه اللي قدامهم او الخط اللي قدام اللي هو مثلا تريزيجيه ومحمد صلاح ورمضان النهارده ان انتوا كمان بتدافعوا معاهم. نعم. فتخيل بقى الباكين يعني الزياده بتاعتهم بتبقى قليله جدا. فان النهارده عبد الشافي يطلع يعمل اثنين كروس باس او يشتغل ناحيه الشمال شويه في هجمه واثنين ويشترك مع رمضان في الحته في اول تلت ساعه في اول نص ساعه، لا النهارده مستوى عبد الشافي من ماتش لماتش بيجي مع ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي كمان ان شاء الله اعتقد ان عبد الشافي هيبقى احسن من كده كمان. ويرجع عبد الشافي مستواه اللي كسب مصر، فاكر انت كسب مصر ماتش الجزائر في انجولا على ما اعتقد. وجاب جون في ماتش 3-1 او 4-1 باين الماتش ده. فان شاء الله باذن الله يرجع عبد الشافي بنفس القوه اللي كان فيها في بطوله 2010. شايف ماتش غانا ازاي؟ ماتش صعب جدا. بس على فكره زي ما يعني انا عجبتني جدا الكلمه بتاعت ان كل الناس عايزه تطلع تاني عشان تشيل، فانا خايف بالك تتغلب لنا عشان نطلع اول، عشان تطلع اول واحده تطلع تاني نقعد في الملعب ابن اللذينه ده. ملعب وحش صعب جدا جدا جدا. فطبعا يعني انما في الاول في الاخر طبعا فرقه غانا فرقه محترمه وفرقه كبيره برضو. يعني تعتقد ان الحسابات قد يكون لها فارق في المباراه القادمه؟ عايز تكسب غانا كابتن اسلام حافظ لحد الشوط الاولاني، بعد ما الشوط الاولاني يخلص 0-0 يعني. طيب احنا عندنا الناحيه الدفاعيه جيده جدا النهارده. غانا كابتن اسلام الماتش الاولاني والماتش الثاني الشوط الثاني فيه غانا ما بتبقاش في نفس مستوى الـ البدني بتاعها. صح. اللي موجود في الشوط الاولاني مظبوط، بيضغطوا يخلصوا الماتش الشوط الاولاني والشوط الثاني بيسيبوا الماتش اللي يعني بيسيبوا حسب ظروفه بقى. يعني 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 النهارده انا شايف ان غانا النهارده تقهقرت الشوط الثاني بشكل ملفت للنظر وثابت. نعم. الملعب لفرقه مالي بقت بتتحكم فيه زي ما هي عايزه، بس هم ما بيجيش فيهم جون بسهوله. تمام. عندهم جون كويس، عندهم ديفنس باك رايت وباك ليفت في منتهى القوه. عندهم اثنين سيري باكات اقوياء، انما بيغلطوا برضه. تمام، خلينا ناخد بعض التعليقات اللي جايه لحضرتك يا كابتن طارق. حد اسمه اخترت صح بيقول يا حبيبي يا كابتن اسلام وتحياتي للكابتن طارق، وعاوزك تقول لي ايه اخبار ابو تريكا. الحمد لله زي الفل. ويا كابتن اسلام ابو تريكا مش ارهابي، ابو تريكا كذا. تمام. طارق عادل بيقول تحياتي ليك يا كابتن اسلام وتحياتي للكابتن طارق، سؤال يا ريت تقول له يا كابتن اسلام للكابتن طارق كم مره خسرت من... طب ايه اللي دخل الاهلي في الموضوع؟ كم مره خسرت من الاهلي يا كابتن طارق وكم مره كسبت؟ انا فاكر ان احنا من 2000 من 2000 ل 2004 ما خسرناش ولا ماتش واحد. من 2000 ل 2004 تقريبا من 2004 بقى. من 2004 ل 2007 كسبنا ماتش واحد. انت بطلت سنه كام؟ 2008. والله كان لسه بدري بس ماشي. محمد ازيك كابتن اسلام اخبار الكابتن طارق، ايه فرص المنتخب في الصعود للادوار التاليه في الجابون؟ الصعود للادوار للدور الجاي يعني اعتقد ان احنا الحمد لله نسبتنا دلوقتي بقت 70% مثلا يعني ولا اقل شويه. احنا هنوصل الدور التمانية ان شاء الله، دور الربع النهائي ان شاء الله باذن الله هنوصل باذن الله. انما بعد كده انت خد بالك برضو الناحيه الثانيه كابتن اسلام عندك فرقتين المغرب وكوت ديفوار. لا كوت ديفوار هتخرج مش هتكمل. مش هتكمل ليه؟ ده فريق جيد. لا انا مال مين اللي او غني الكونغو. الكونغو انا اسف. الكونغو عندها 6 بونت. عندها 6 نقاط. الكونغو عندها كم؟ لا عندها أربعة نقاط وكوت ديفوار عندها 2. بس كانت كسبانه المغرب في اول 5 دقائق كانت كسبانه المغرب الماتش الاولاني ومتعادله مع كوت ديفوار على الرغم ان هي كانت متقدمه على كوت ديفوار 1-1 الماتش الثاني، وعملت ماتش على كوت ديفوار في منتهى القوه. وانا شايف ان كوت ديفوار
يعني مش اللي هي يعني كمان انت المغرب هيلاعب كوت ديفوار، عايز يوصل اول مجموعه هيبقى ماتش صعب جدا جدا. لو المغرب طلع اول مجموعه انت ممكن تلعب المغرب، لو طلعت انت تاني ده في حسابات 100 حساب برضو حساب صعب جدا يعني انت عندك الكونغو والمغرب. بس انت متوقع ان احنا نوصل للدور ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. سراج محمد حبيبي شاطر معاك، سراج محمد من كفر السابي شبرخيت البحيره، وان شاء الله مصر هتكسب. تمام حماده ابو حمده حبيبي يا كابتن اسلام تحياتي للصاروخ الزملكاوي. معاك حماده خضير سوهاج قريه تونس، سؤالي ايه السبب في انك مش مطلوب في جهاز الزمالك؟ في مشاكل بينك وبين مجلس الاداره؟ ده اكيد على الكابتن طارق. على انا؟ ان انا يعني مش موجود في جهاز الزمالك؟ مش معقول انا اللي هبقى موجود في جهاز الزمالك. لا هو الجهاز الموجود في نادي الزمالك دلوقتي جهاز محترم، الكابتن محمد حلمي معاه الكابتن خالد جلال والكابتن محمد صبري. انا خدت تجربه قبل كده في الجهاز الفني لنادي الزمالك مع جهاز الكابتن احمد حسام ميدو، و الدور جاي يعني ما عندكش مشكله. ما عنديش مشكله خالص. وبعدين انا شغال في قطاع الناشئين يا كابتن اسلام، بعمل اجيال قادمه لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، وبنعمل مع في قطاع ناشئين محترم مع كابتن احمد عبد الحليم مع كابتن غانم سلطان ومع مجموعه المدربين اللي موجوده عندنا اكتر من انت مدرب كام سنه؟ 2001 2001 ده هو ده يعني لسه شويه. تمام 15 سنه. حسن انور ازيك كابتن اسلام؟ انا حسن انور من قريه المراجده. الف مبروك لمصر وكابتن طارق عن اداء المنتخب اليوم امام اوغندا. قالوا دكتوره مروه العدل بتقول سؤالي هو بعيدا عن الاداء الذي هو لا تعليق عليه لانه لا يستحق التعليق، سؤالي يتعلق هل استفاد المنتخب من ما يسمى بالمحترفين ام هما سبب محمد صلاح؟ يمكن اداؤه مش قوي جدا انما هو صاحب الاسيست التمريره الحاسمه. يعني وبعدين يا جماعه برضو يعني محمد صلاح انا شايف الناس برضو يعني ضغط عليه قوي، على الرغم ان هو عنده ميزه ان هو ما بيعلقش كتير او ما بيسمعش الاعلام كتير، وانا سمعت له تصريح بيقول كده ان انا ما بتابعش يعني الكلام عني كتير في الـ سواء في الاعلام او في السوشيال ميديا. انما لعيب لسه راجع من اصابه كابتن اسلام، كان قاعد بقاله شهر وشويه مصاب مع فرقه اس روما، رجع قبل البطوله باسبوع او 10 ايام، اشترك في ماتش واحد اعتقد بصوره احتياطيه ونزل شوط او نزل حوالي تلت ساعه، لعب تلت ساعه كمان مع مصر في ماتش تونس. يعني لسه راجع من اصابه، واصابه كانت رخمه بالنسبه لمحمد صلاح عطلته شويه رغم ان الكيرف بتاعه كان بدا يعلى قبل ماتش غانا. مظبوط. والراجل عامل تصفيات كاس عالم يعني انت شايف ان اداء المحترفين لا يؤثر بالسلب على اداء منتخب مصر؟ تمام. اسلام الجوهري بيقول اظن بعد ظهور عبد الشافي لسه كنا بنتكلم بهذا المستوى، لابد من اعطاء حسين السيد وناصف يعني في البطوله دلوقتي. احنا في البطوله، احنا بنتكلم على البطوله. صهيب حماده بيقول حقيقه كابتن اسلام تحياتي للكابتن طارق نجم مصر لسه معاك. صهيب حماده من قريه بني سويف دلاس بني سويف، هل فرصه المنتخب الصعود سهله وايه المطلوب من كوبر عشان يصعد؟ يعني كابتن طارق قال هذا الموضوع. محمود المصري تحياتي ليك يا كابتن اسلام وتحياتي للكابتن طارق. سؤالي للكابتن طارق ما رايك في اداء محمد عبد الشافي؟ انا بقول لك الناس، انا بقول لكم يا جماعه ان الناس هنا في مصر اصبحوا يعني فاهمين كل حاجه. خبرة. لسه الكابتن طارق حماده شادي صديقنا وموجود في بعثة منتخب مصر قايل تعليق جميل جدا وانا يمكن احب اذكره له لان ده مهم جدا. قال لك ان احنا عندنا دلوقتي 45 90 مليون محلل، منهم 45 مليون بيشتموا كوبر والنني. عايزين نعرف ال 45 مليون التانيين لسه ما اشتموش. يوسف جو بيقول لك عامل ايه يا كابتن، هل الزمالك هيكسب؟ يعني النهارده حلقه عشان منتخبنا القومي. عصام الدين بيقول احرف باك شمال لعبت في الزمالك. ربنا يخليك. اسلام ناصر بيقول بعد اذن حضرتك يا كابتن اسلام ممكن اكلمك؟ طبعا. حمدي ابو تريكه بيقول لك هنتغلب كام الماتش الجاي يا كابتن طارق؟ ليه؟ ان شاء الله باذن الله نكسب ان شاء الله. احمد سمير كابتن طارق انت فين؟ كابتن طارق قال ان هو في نادي الزمالك في قطاع الناشئين. احمد سيد يقول الزمالك هيكسب السوبر. بالمناسبه ايه رايك في مستوى نادي الزمالك خلال هذه الايام ورؤيتك برضو لمباراه السوبر؟ ماتش السوبر طبعا ماتش صعب، ده كاس سوبر واهلي وزمالك، وخاصه كمان ان انت خاتم بطوله الدوري بماتش في الدوري وخساره من النادي الاهلي. نعم. فطبعا هيبقى ماتش صعب، انما في ظل وجود جهاز جديد، استمرارية كابتن محمد حلمي كمدير فني مع جهاز جديد كابتن خالد جلال وكابتن محمد صبري، وانا على فكره من هنا بشيد بانضمام كابتن خالد جلال وكابتن محمد صبري، لان كابتن محمد صبري كمان بالذات انا عشرته في قطاع الناشئين الفتره اللي فاتت بوره ده وشفت شغله كابتن اسلام على فكره. هيبقى مدرب،
هو مدرب شاطر جدا وهيبقى مدرب ليه اسمه في مجال التدريب في الفترة الجاية. عمل نتائج وعمل فرقة 99 مجموعة لعيبة كابتن إسلام في منتهى القوة وماشي أول في الدوري كان قبل ما يجي يستلم من مكانه الكابتن مدحت عبد الهادي. مدرب شاطر جدا إن شاء الله بإذن الله يبقى ليهم دور كويس جدا وينقلوا للعيبة قيمة فنانة نادي الزمالك وقيمة مكسب بطولات لأن برضو صبري حصل مع النادي على بطولات كتير ويبقى ينقل خبراته للعيبة اللي موجودة إن شاء الله بإذن الله. تمام. طيب بالمناسبة برضو إيه رأيك في اللي عمله باسم مرسي خلال الفترة اللي فاتت مع نادي الزمالك؟ كتير كتير يعني كنت أتمنى الموضوع ده يتحسن بدري ممكن مجلس الإدارة ما قصرش في الموضوع ده واجتهد فيه بمنتهى القوة إن هو يحسم الموضوع ده بدري انما اعتقد ان هو اتحسن من امبارح كابتن اسلام خلاص مضى سنتين والموضوع انتهى خلاص وبعد مجهود جبار وشاق من مجلس الاداره ومشار مرتضى معاه يعني وكابتن برضو اعتقد ان اتدخل الكابتن فاروق جعفر واتدخل الاستاذ احمد مرتضى يعني الناس كتير جدا من اعضاء مجلس الاداره اتدخلوا في الموضوع ده وكنت اتمنى ان يبقى فيه عارف كابتن اسلام بيبقى النادي بتاعك بعد ما بينجمك وبيعملك وبيعلي اسمك قوي وبيديك نجوميتك بشكل مختلف عن الفتره اللي انت ابتديت فيها فبيبقى ليه حق عليك طبعا فكنت محتاج ان باسم يبص للنقطه دي شويه واعتقد ان هو لو كان انا اتكلمت مع بعض الناس اللي موجوده في قطاع الناشئين عندنا كابتن غانم والكابتن احمد عبد الحليم وكنا بندردش في الموضوع ده قلت ايه المانع ان لو باسم راح مضى للمشار مرتضى على عقد على بياض وقال له هو يا ست المشوار بس انا عايز اسافر هيقول له مفيش مشكله انت العقد بتاعك ده موجود وسافر ببلاش اعتقد ان هو لو حصل كده المشار مرتضى عمره ما كان هيقف في طريق باسم ان هو يخليه يطلع سنه ولا اتنين يحترف يعمل فيهم اللي هو عايزه في الاحتراف وبعد كده يرجع تاني بيته نادي الزمالك يعني سواء اعاره او بصوره غير رسميه يعني اللي هي شكل في شكل اعاره يعني يطلع سنه او اتنين مفيش مشكله ما كانش المشار مرتضى يقدر كان هيقف جنبه باي شكل تاني يا كابتن اسلام انما طبعا الحمد لله الموضوع خلص وان شاء الله يبقى موفق باسم ان شاء الله في كاس سوبر ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اخيرا كابتن طارق يعني برضو كلمه بتقولها او نصايح من لعيب كبير لعب في امم افريقيا ثلاث او اربع مرات وفاز بواحده او اثنين وصلت على اثنين واربع مرات على اثنين واربع مرات كاس امم نصايح تقولها لجمهور او للعيبه منتخبنا دلوقتي وتحديدا محمد عبد الشافي بعد ما تخلص اللعيب. بص بالنسبه لمجموعه اللعيبه كلها كابتن اسلام انت في بطوله كبيره نعم وما بتتكررش الا كل سنتين مره بتتحسب لك في تاريخك انا اشتركت في اربع بطولات الحمد لله ربنا كرمني وحصلت على اثنين منهم ندمان جدا دلوقتي جدا ان انا ما خدتش الاثنين التانيين ان انا ما خدتش الاثنين التانيين او ما لو كان في ايدي ان انا قاتل عشان اخد الاثنين التانيين وقصرت في حق نفسي او ما كنتش مركز لو رجعت بيها الايام هركز اكتر من كده 100 مره عشان اخد البطولتين اللي راحوا مني وانا موجود يعني واعتقد كل الجيل كده يا كابتن اسلام يعني طبعًا. مش طارق السيد لوحده لا طبعًا. كل الجيل كده ففرصه كبيره جدا بالنسبه لكم ان انتوا تثبتوا ذاتكم وان انتوا اللي بيفكر في الاحتراف بطولات افريقيا دي بتدي مساحه كبيره جدا يا كابتن اسلام بتتشاف وتبقى باترينا كبيره ليك على المستوى العالم كله مصر العالم كلها بتيجي بطولات افريقيا دي عشان تدور على اللعيبه وتدور على النماذج الكويسه لو عايز تتنقل من مكان لمكان احسن وانت محترف وعايز تتنقل من مكان لمكان احسن البطوله دي احسن باترينا ليك او احسن عرض ليك في البطولات دي طول ما انت بتكمل في البطوله وبتروح لبعيد فيها كابتن اسلام بتزود من سعرك وبتزود من اسمك وبتزود من تاريخك وده بوكيت تحطه يعني زي كده بمحفظه بتحط فيها فلوس وبتحوشها البطولات دي كده بالنسبه لك فقاتلوا عليها ان شاء الله محمد عبد الشافي مستنيين منك كتير يعني انت اسم كبير عبد الشافي والناس منتظره منك كتير نعم قول للناس انا موجود بشكل اقوى من كده كمان وانا عارف ان انت عندك اقوى من كده وتقدر تقدم اكتر من كده والناس منتظره منك اكتر من كده فانت لعيب كبير وليك اسمك والناس عايزه منك تاني فشد حيلك وربنا يوفقك وان شاء الله باذن الله تبقى فتره في الماتشات اللي جايه تبقى مفتاح فوز لمنتخب مصر في الماتشات الجايه. كابتن طارق شرفتني ونورتني ودايما الحقيقه ببقى سعيد وجودك معايا ويعني اتمنى كده ان انا اشوفك على طول. حبيبي يا شاطر طول عمرك ربنا يخليك يا حبيبي.
تاني شاطر في الملاعب وشاطر في الاعلام، وربنا يوفقك ان شاء الله. اشكرك كابتن طارق السيد نجم مصر ونادي الزمالك، كان مشرفنا طبعا في حلقه مهمه جدا النهارده بعد فوز منتخبنا القومي على منتخب اوغندا، ويضع منتخبنا القومي القدم الاولى في الدور التالي. ان شاء الله نتمنى المباراه القادمه نطلع تاني، يعني مش عارف اقولها ازاي، لكن يعني الناس كلها نفسها، اللعيبه كلها يا جماعه والله بجد انا كلمت ثلاث ارباع اللعيبه نفسهم يمشوا من الملعب ده، بيقولوا ان الملعب هيفرق كتير معاهم. ماشي، يعني نتمنى يا رب ان شاء الله ان منتخبنا يفوز في المباراه القادمه، وان شاء الله نصعد. هو الدرو طلعنا تاني، الدرو كويس قوي، طلعنا تاني بالظبط كده، ده كويس. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا القومي. في ختام هذه الحلقه بشكر نقيبنا الرياضي الاستاذ ياسر عبد العزيز المشرف العام على البرنامج، فريق الاعداد محمد الخميسي ومحمود الشيخ، ومراسل محمد وحيد، ومنفذ انتاج احمد الباشا، ومدير انتاج خالد عزام، وفريق الاخراج شريف محمد واحمد سليمان، ومخرجنا الكبير وليد سليمان. اشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم وحلقه جديده من ملعب الشاطر.